trophée de champion 2013-2014 pour le capitaine de l'équipe du Raja de Casablanca. صلى عليكم يا ولاد الخضراء، خمسة علينا وعليكم وعلى النجمة الصفراء. ما شاء الله عليكم يا ولاد الخضراء، خمسة علينا وعليكم وعلى النجمة الصفراء. شامبيون بعلمنا فرحتنا كاملين، شرنا فرحتنا. هذا اللقب هذا كان ندير لجمهور الرجاء البيضاوي اللي ساندنا هذا العام بكثره، وهذا اللقب هذا ثاني لقب ليا بالنسبه لي انا، كنحمد ربي ونشكره. بالنسبه لي هذا اللقبين كان نديهم الوالديه. اول حاجه كنبغي ندي هذا اللقب هذا المرحوم زكريا الزروالي، وكنبغي ندي جمهور فريق الرجاء البيضاوي. اي واحد كان كيبغي باش يفوز بهذا اللقب باش يلعب كاس العالم الانديه. الحمد لله فريق الرجاء البيضاوي فاز باللقب، ونتمنى من الله باش تبقاو غادي في هذا الخط التصاعدي اللي برردوا به جمهور فريق الرجاء البيضاوي. الحمد لله عرفنا كيفاش نتوفقوا في هذا الموسم هذا، وان شاء الله تنفكروا في كاس العالم اللي تنتمنى من الله يعني نديو واحد المشاركه في المستوى. فوز مستحق الفريق اللي كان من الدوره الاولى حتى الدوره 30 وهو في المرتبه الاولى. فريق اللي عنده 66 نقطة، اللي عنده 54 هدف، اللي عنده 18 فوز، اللي ما انهزمش في الميدان ديالو طيلة السنة. فوز مستحق والحمد لله.